الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة، نروح نشوف أهم أخبار النادي الأهلي لكن من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي يوسف يتحدث عن مواجهة جيما الأثيوبي ودوافع الأهلي. بوابة الأهرام محمود صالح: ميزانية قطاع الناشئين بالأهلي 6 مليون سنويا، وانتظروا هؤلاء اللاعبين. الموقع الرسمي لنادي الأهلي: عبد الحفيظ وعدلي يتوجهان لأثيوبيا اليوم. صدى البلد: إكرامي ينتظم في المران الجماعي للأهلي. بوابة الشروق: الأهلي يعتمد عقد لسارتي في اجتماع بالشيخ زايد. 1-3 فتحي مبروك، أبناء الأهلي جاهزون لخدمته في أي مكان. اليوم السابع الأهلي يتدرب مرتين في أثيوبيا قبل مواجهة جيما في دوري أبطال أفريقيا. البوابة سبورت: الأهلي يصطحب الشيف دالي في رحلة أثيوبيا. الفجر الرياضي: سعد سمير يستكمل برنامجه التأهيلي. مبتدأ: السفارة المصرية بأثيوبيا تطمئن، الأهلي أمان. الموقع الرسمي لنادي الأهلي: الأهلي يؤدي ميرانو الأخير غدا قبل التوجه للمطار. بطولات: الأهلي يحدد موعد عودة محمد نجيب للمشاركة في الميران الجماعي. 1-3 أهلي 99 يواجه الزمالك غدا في بطولة الجمهورية. الشروق: اتحاد الكرة يعلن المواعيد الجديدة لمباراتي الأهلي أمام الداخلية وأنفي.